طيب خلونا نروح لكواليس فوز نادي الزمالك النهارده حقيقه مصطفى شلبي لاعب الفريق الاول بكره القدم بالزمالك بيتوج بجائزه افضل لاعب في المباراه امام طلائع الجيش قيمة النهارده في مسابقه الدوري المصري بيتسلم اللاعب الجائزه بعد نهايه المباراه من مرائب اللقاء بيحرص شلبي على التوجه للجماهير علشان يبادلهم التحية بعد تسلم الجائزة حقيقة مصطفى شلبي يعني كان قدم مردود رائع جدا النهارده شفنا الاسيست الدواء العالمي في الجون الثاني النهارده كمان وانا بشوف الارقام بتاعت مصطفى شلبي النهارده كان يعني ارقام رائعة جدا تسديدات اكثر من تسديدة على المرمى كان اربع تسديدات حاجة كده وبالاضافة للاسيست عنده دقة كبيرة جدا في في التمرير فوق تقريبا ال 89 في المية أداء كويس من مصطفى شربي نتمنى الاستمرار على هذا النسق خلونا نروح للمؤتمر الصحفي لأسوريو بعد مباراة طلائع الجيش وفي المؤتمرات الصحفية أنا بحب يعني أقرأ الكلام كما ورد على لسان المدير الفني تجنبا لحدوث أي أي, أي أخطاء هو قال أسوريو عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار سيتحقق الفوز مثل ما حدث في مباراة النهاردة أمام طلائع الجيش الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد الهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق على الورق بدأت المباراة بأربع بدأت المباراة بأربع مدافعين كان أحمد فتوح بيلعب في مركز المساك في حالة الدفاع لما بنستحوذ على الكرة كان يتقدم لي وسط الملعب لعيبة الزمالك استطاعوا أنهم هم وطبعا الكلام نقلا عن اوسوريو لعيبة الزمالك استطاعوا ان هم يلعبوا كرة سريعة كرة مباشرة التمريرات لقدام واجهنا منافس كان جيد جدا لكن الزمالك استحق الفوز هو بيقول انا لا اعتمد على لاعب واحد بعينه لا اعتمد على لاعب واحد بعينه لما سئل على احمد سيد زيزو قال لاعب مهم للزمالك، لاعب مهم للمنتخب المصري حتى اذا لم يكن في حالته الطبيعيه لكنه شارك في الاهداف اللي احرزها الزمالك في اللقاء كان بيقدم الادوار المطلوبه منه. ماتش النهارده واول مباراه تشهد جاهزيه لجميع اللعيبه تشهد اكتمال لصفوف الفريق. بيقول كمان اسوريو ان هناك تحسن في الاداء خلال ماتش النهارده بيقول ان هو يعلم جيدا ايه اللي ناقصنا ايه اللي ناقص فرقه الزمالك هو بيقول ان هو مضطر انه يتعامل مع المجموعه المتواجده طريقه لعبه تحتاج لثلاث ثلاث لعيبه بيلعبوا بالقدم اليسرى تصريح هنقف عنده شويه مع ضيوفنا النهارده ان شاء الله هو بيقول ان طريقه لعبه بتعتمد على ثلاث لعيبه بيلعبوا بيه القدم اليسرى ليه ازاي كل الكلام ده هنعرف هنعرفه أه النهارده ان شاء الله طيب هو برضه بيقول انا لن اقوم بتغيير طريقه اللعب امام الفرق الكبيره اللي بتنافس الزمالك انا كنت هعمل على تحسين طريقه اللعب خاصه ان الزمالك بيمتلك لعيبه مميزين تصريح مهم جدا لاسوريو بيقول انا اللي مسؤول الاول عن الخساره في اي مباراه